ما زلنا مع قول الله جل في علاه وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أنكروا إرسال البشر وطلبوا الملائكة مع أن الله جل في علاه بين أنه لو أنزل ملائكة للبس عليهم الأمر ولو جعلناه رجلا لجعلناه ملكا ولبسنا عليهم ما يلبسون. وأيضا قال الله جل في علاه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. صالح أين كنت يا صالح؟ لما تخلفت كل هذا؟ غفر الله لك يا صالح. هل هذا إلا بشر مثلكم أنكروا إرسال البشر وطلبوا الملائكة؟ فبين الله جل في علاه أن هذا الطلب كان تعنتا. عليكم السلام وبركاته. كان تعنتا منهم وما أرادوا الملائكة إلا جحودا. ولو يرون الملائكة لا تنزل إلا لقبض الأرواح وهم لا يحتملون. ولذلك قال ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. قالوا هل هذا الذي استسروه هل هذا إلا بشر؟ كان الله في عونك يا صالح. قال هل هذا إلا بشر مثلكم؟ نعم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أتقبلون السحر وتأخذونه وأنتم تبصرون أي تعلمون بأنه سحر؟ طبعا هنا كان الله في عونكم، علمنا من حرصكم أن مثلكم لا يمكن أن يترك الدرس إلا لشيء جلل. الحمد لله أحسن الله إليكم. لكن ما أدري يعني كيف ينزل هذا. أمس لو ما نزل على التليجرام أخبروني أجعل الأخ اليوم إن شاء الله ينزله. لو ما نزل حتى لا نتأخر على طلبة العلم أجعل أخي ينزله اليوم إن شاء الله. قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هنا في قوله أفتأتون السحر، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله عليكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ نعم. طيب إن شاء الله. هو ترك ذلك اعتمادا على التسجيل وأنه ينزل إن شاء الله. إن شاء الله اليوم إن شاء الله نجعله يرفعهم بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله اليوم نجعله يرفعهم بإذن الله. أحسن الله عليك. قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أتأخذون السحر أتقبلونه وأنتم تعلمون أنه سحر؟ طبعا هم يقولون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يقصدون بالسحر متابعة النبي، يعني يقصدون بالسحر وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بأنها هي السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفوا فيه، هم قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا ساحر، قالوا إنما افتره هو اختلاق منه، وكذبوا عليه كذبا صراحا، وكان كفرا وبهتانا وزورا وجحودا. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قرأ حمزة والكسائي وحفص، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. على الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ آخرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. نعم. قال ربي عليكم السلام كاتب. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، على الخبر بأنه يقول بأن الله جل في علاه يعلم. أنتم الآن تقولون سحر وكهانة وتعلمون أنكم تجحدون بآيات الله وأنتم تبصرون. فخوفهم أيضا بأن الله، وذكرهم بأن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، وأن الله يعلم أنهم يكذبون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض.
فلا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه فهو يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. قال ربي يعلم السماء القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. هو السميع العليم، هو سميع بأقواركم وما تتناقلونه بينكم وما تتهمون به اتهاما ظلما وزورا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو السميع العليم، والعليم بأفعالكم. وجمع السمع والعلم، مع أن السمع أيضا آلة العلم، السمع والبصر آلة العلم. قال وهو السميع العليم. والعجيب أنه ما قال هو السميع البصير، لأنه قال أتى بالآية وأتى بالثمرة. وهو السميع العليم يسمع ما أنتم عليه من تناجي، ويسمع ما أنتم عليه من قول الزور، وهو عليم بنواياكم وخفايا قلوبكم. وأراد بذلك أن يبين بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من الخفايا والنوايا وخلجات النفس، كأنه يقول بأنكم قلتم ذلك وما تقولونه وأنتم تخفون الحقيقة التي تعلمونها يقينا بأني رسول الله وأني على حق لكنكم تجحدون. قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. وهذا عجب عجاب. قال الله جل في علاه بل قالوا أضغاث أحلام، يعني قالوا عن الرسالة، قالوا أساطير، أباطيل، أقاويل، أهاويل، يراها في منامه. قالوا أضغاث أحلام. شوف، وهذا التخليط، هم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بالأهاويل والأقاويل الزور والمختلطة. قالوا أضغاث أحلام، أباطيل وأقاويل وأهاويلها رآها في نومه. فقام فأتانا بها. قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، يعني هو الذي اخترق ذلك واختلقه، هو الذي أتى به من عنديات نفسه. هذا أضعف ما يقولون، إن هم يعلمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الأمين. بل هو شاعر، يعني المشركون هنا، أن المشركين اقتسموا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اتفقت كلمتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على إيش؟ وهذا إن دل على أمر جلل ومهم جدا. المشركون اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على أمر مهم جدا. ما هو؟ وتراه واقعا، فقولوا لي ما هو الأمر المهم وأيضا ما تراه واقعا. أنا كلامهم افتراء وليس عن واقع. سعيد يقول بذلك جزاه الله خير. سعيد يقول كذبهم وافتراءهم أن الحق واحد والباطل شتى. هذا أقرب ما أريد. ممتاز يا سلفي، بطلق قول من الحق واحد لا يتعدل ولا يتفرق. الله 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 يحفظك يا أحمد. سامع فين يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ماشي ممتاز. هو طبعا لابد أن نفهم الأمر الجلل، لما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الباطل يتعدد لا يتوحد، الباطل يختلف يفترق يتعدد لا يتوحد. لذلك قال ابن تيمية إن النصارى إذا جلسوا 9 خرجوا 11 يختلفون ولا يزالون مختلفين، ما غفر الله بين القلوب. لذلك هناك طائفة لا تترك أحدا ولا تترك شريدها ولا وريدها إلا قدحت فيها وجرحت. وهؤلاء من يوم أن نشأوا إلى يوم الناس هذا كالقنابل الانشطارية، هذا يبدع هذا، ثم يأتي الثالث يبدع الثاني، ثم الأول يرجع يبدع الثالث، ثم يبدع نفسه، ثم يأتي الرابع فيبدع الخامس الذي سيأتي، والخامس يأتي فيبدع الجميع، ثم يأتي السابع فيبدع السادس، وهكذا. قنابل انشطارية، قنابل انشطارية، يختلفون كثيرا لا يتفقون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا. فيختلفون كثيرا لا يفترقون لا يتفقون.
فهم في فرقة وفي اختلاف، فهم في فرقة وفي اختلاف، ولأنهم اتبعوا الهوى فأخذهم الهوى على كل مشرب، ولأنهم على باطل تعدد باطلهم ولم يتحد. وهكذا هكذا كما قلت أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الهوى لا يمكن أن يتفقوا بحال من الأحوال. ولذلك كما قلت ولأن الهوى يتحكم فيهم يبدع بعضهم بعضا، لا يستقرون على حال بحال من الأحوال، فتراهم إلا يبدع بعضهم بعضا. فالمشركون اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال ما أتى به إلا أضغاث أحلام، ومنهم من قال بأن هذا كذب واختلاق، ومنهم من قال إن محمدا كان شاعرا، استغفر الله، وما أتى به فهو شعر، ومنهم من قال بالكهانة. هكذا أهل الأهواء يختلفون ولا يتفقون أيضا. وكأنهم قالوا فإن كان صادقا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فليأتي بالناقة والعصا ويأتي بشق البحر ويأتي بإبراء الأبرص والأعمى، فيأتي بهذه الآيات، يريدون بهذه الآيات. سبحان الله، هم تعنتوا وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله، يرتقون بذلك في الطلبات. فأجابهم الله ردعا وزجرا وبيان وكشف كذبهم وبيان لإخفائهم الجحود الذي في قلوبهم. قال الله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، يعني ما آمنت، يبقى هنا شوف هنا أهل الكفر وكأنهم ملة واحدة، كما قال الله تعالى عجبا أتواصوا به، يتواصون فيما قالوا، نعم، في الكفر في رد الرسالة والرسالات والجحود بالآيات. ما آمنت قبلهم، يعني ما آمنت قرية قبل مشرك مكة، عرضت عليهم رسالات وأتت الآيات وجاء الرسل صادقين ويعلمون يقينا، لكنهم جحدوا بآيات الله. ما آمنت قبلهم أي قبل المشركين، وهذه فيها اتباع سنن الذين من قبلهم. ولذلك كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أن تتبع سنن الذين من قبلهم، وقال منكرا مخبرا منكرا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال وإن وجد فيهم من ينكح أمه قد وجد فيكم من ينكح أمه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء، فمن هم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، يعني أتتهم الآيات البينات فكفروا بها فأهلكناهم، بتكذيبهم أنزلنا عليهم العقاب والعذاب الوخيم. أفهم يؤمنون، يعني إن جاءتهم الآية يؤمنون. فهؤلاء أتتهم الآيات فلم يؤمنوا بها فنزل عليهم العذاب، فلو جاءتهم الآيات هنا أيؤمنون، وقد جاءتهم الآيات في مطلع الصورة، بينا الآيات التي جاءت، اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. والآيات كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، آيات بينات باهرة قاهرة، لكنهم تعنتوا في الطلبات جحودا. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لما طلبوا الجبل جبل الصفا ذهبا قال الله جل وعلا أفعلها لكم، لكن إن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليأتسي بالرسل قبله وليعلم أن هذا الذي سيجابهم. وذلك في بداية أمره ماذا قال له ورقة بن نوفل؟ قال ليتني فيها جزعا،
ليتني فيها حيا ليتني فيها جزعا حين يخرجوك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال ما أتى أحد بما أتيت به إلا عودي إلا عودي. هكذا ظاهر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا جواب لقوله ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني هو نزل إلينا يدعون إلى الله جل وعلا بشرا لا ملكا، فرد الله عليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وفي الآيات الأخرى بأن الله أمر نبيه أن يقول ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما فعل بي ولا بكم، ما كنت بدعا من الرسل بل أنا رسول كما كانوا رسلا رجالا. فقال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا يستدل به أهل الاعتقاد على أن النبوة ليست في النساء، على أن النبوة ليست في النساء خلاف ابن حزم أو غير ابن حزم. طبعا الشبهة التي يتمسك بها من قال بأن النبوة في النساء في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى قال أليس هذا بوحي، والحق أن هذا إلهام، هذا إلهام. وفاصل الخطاب في الكتاب على أن قول الله وأوحينا إلى أم موسى أنه إلهام وليس الوحي أن يأتيها الوحي في الآيات. ما الآيات التي تثبت ذلك أن هذا إلهام وليس وحي رسالة؟ نعم الله أكبر، ربنا الله الله يرضى عنك يا سعيد. نعم وأوحى ربك للنحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أو فهذا إلهام وليس وحي رسالة، وليس وحي رسالة. وأما مريم أتاها جبريل لبشارات بالرسول الأمين بعيسى عليه السلام. نعم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والمعنى هنا إن لم نرسل ملائكة إلى الأولين، إنما أرسلنا رجالا كمثلك يوحى إليهم، يأتيهم جبريل بالوحي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسألوا أهل الذكر وهم يعتبرون أهل الذكر، بل وهم يقدرون ويبجلون أهل الذكر، يقصدون بذلك أهل التوراة والإنجيل. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل التوراة والإنجيل، والمراد بذلك علماء أهل الكتاب. فعلماء أهل الكتاب يقرون بأن الرسل كانوا بشرا، وهم في داخلة أنفسهم يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرونه جحودا. قال أهو هو؟ قال والله هو هو. قال وماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين. جحود جحود جحود، كالتعامل بحقد. يعني يمكن أن ترى عالما من العلماء، أنا أتاني من أتاني وقال لي فلان مبتدع، هو شيخك مبتدع، قلت له خلاص أنا أمشي معك على ما تقول، ائتنا بالأدلة على أنه مبتدع. العجب أنه أتاني بكتب رزم، قال فلان قال كذا وفلان، قلت دع فلان، ما هو فلان وفلان، هؤلاء كلهم في طبقة واحدة إن قلنا هم علماء. أريدك أن تأتيني بالدليل على البدعة، ما البدعة وكيف ابتدعها، وهل الرجل يقرها ينكرها، هل كانت تأويلا هل كان اجتهادا فأخطأ، كل هذه المسائل في هذا الباب. فهذا افتراء، كان افتراء حقدا كتب الله له قبولا عارما، فهم لا يستطيعون الاحتمال فلا بد أن يفعلوا ذلك حقدا حقدا. اليهود كانوا كذلك، اليهود كانوا كذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يحسبون بأن النبوة ستكون في العرب، حسبوا أن النبوة تكون فيهم، وشرف الله العرب جميعا بأن محمد صلى الله عليه وسلم منهم. فهؤلاء لا ينكرون بشرية الرسل، وأمرهم شوفوا أمرهم الله تعالى أن يرجعوا إليهم، فهم أهل العلم. وهي فيها دلالة واضحة جدا على وجوب الرجوع لأهل العلم، وجوب الرجوع لأهل العلم فيما اختلط وفيما اختلف وفيما أرادوا عنه البينة، فالرجوع فيه لأهل العلم. وهذه أيضا تبين لك ميزة أهل العلم من كل الطرق، حتى ولو كان أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم أهل العلم في هذا الباب فيرجع إليهم. فأهل العلم لابد أن يرجع إليهم، ولابد هنا أن نعلم لأهل العلم مكانتهم، لابد. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه أيضا كما قلنا بأن المسألة على العموم والتعميم، بأنه يجب الرجوع لأهل العلم، يجب الرجوع لأهل العلم.
وإن كان يدي برجوع أهل العلم فالدنيا بأسرها أحوج ما تكون لأهل العلم، والدنيا بأسرها أعوز ما تكون لأهل العلم، ولا بد وجوبا أن ترجع إليهم. فلما عداوة أهل العلم؟ فلما التكالب على إيقاف أهل العلم؟ هذا أمر جلل، معناها صد عن سبيل الله. شاء من فعل ذلك أو أبى، شاء من فعل ذلك أو أبى، فإنه يصد عن سبيل الله. والله قال بنصر الدين، قال بحذر المسلمين: أنت كذاب أفاك أثيم. أنت كذاب أفاك أثيم، عندك حقد في صدرك لعلة ما، ولو كشفنا عن العلة أخرجناها سريعا. لكن نقول لك إن كنت حقا تريد نصرة الدين، طب رسم الله طريقا فسير عليه. التعرج على جنبات الطريق يضلك، لأنك هكذا تنبئ بأنك تتبع هواك، لا تتبع ما أراد الله. واتباع الهوى خسارة أيما خسارة، ويل وعار وشنار، وفي الآخرة النار، لأن في النهاية سيجد نفسه وأوقف نفسه صدا عن سبيل الله. شاء أم أبى سيرى نفسه قد صد عن سبيل الله، لأن إيقاف أهل العلم إيقاف الشريعة، إيقاف أهل العلم إيقاف الشريعة. وكما قلت، إن أراد الله جل في علاه فلله طرق قد رسمها، فمن كان صادقا في إرادته لله جل في علاه سيظهر حين يسلك الطريق الصحيح، وحين يتعرج على جنبات الطريق فاعلم أنه في الضياع، واعلم أن الله أراد استدراجه، واعلم أنه صاحب هوى، والله سيكشف هواه أمام من حتى يعني أراد أن يصده عن سبيل الله، سيكشف الله الهوى الذي هو فيه. ما في المنافق دائما يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده، لأن الصادق الذي يريد الله فإن الله ينادي عليه: أنت تريدني، هذا طريقي فسر فيه، لما تتعرج، لما ما أردت. ولذلك قال يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. فهنا هل الآية مفهوم؟ هل الآية مفهوم؟ سؤال واضح لكم، هل الآية مفهوم؟ وقد يستنبط من الآية فائدة عظيمة أصولية. جهاد قال: نعم للآية مفهوم. يعني معنى ذلك أن إن كنتم تعلمون فلا تسألوا، هذا هو معنى المفهوم. سعيد أيضا قال: نعم. طيب فسروا لي. طيب الله أكبر. سعيد أتى، شوف أنا أقول لكم الآية لها مفهوم وليست لها مفهوم، الآية لها مفهوم وليست لها مفهوم، لها مفهوم بمنظور ما قال ما قلتم جميعا وما قاله سعيد وأجل لنا ذلك: لا، الذي له علم لا يسأل لا يقلد، ولا يجوز له أن يقلد بحال من الأحوال، لا يسأل ولا يقلد، لا يجوز له أن يقلد بحال من الأحوال. ولها مفهوم أن يسأل العالم، العالم ليتثبت، أن يسأل العالم، العالم ليتثبت. معاذة قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، قالت: جاهلة تتعلم أو عالمة تتثبت. يعني أنا أحد اثنين، جاهلة تتعلم أو عالمة تتثبت، وهذا ليس سؤالا إلا مذاكرة، يكون على طريق المذاكرة، وإلا فالمجتهد لا يقلد أبدا، لا يقلد المجتهد مجتهدا. الفوائد المستنبطة: إثبات السمع والعلم لله جل في علاه. كل الكفر ملة واحدة، يتوارثون الكفر والرد والجحود. السعيد من وعظ بغيره. النبوة في الرجال خاصة. وجوب الرجوع إلى أهل العلم، وهذه بيان لفضل أهل العلم. لو في أسئلة تفضلوا.